الفيديو باين وواضح ابنات خالتي ولاد خالتي ان شاء الله. المهم انا خيرتكم، لقيتوا لي هذا الصنوبر وبذور الصنوبر، ما عليكم الا تستعملوها لان رائعه، فن فنه، ولكن ما تكتروش منها لان لو كترتوا منها راها شويه قاسحه. اي حاجه ما تكتروش منها، الزعتر الزعتر ما تكتروش منه. عليكم باليانسون، بانني مشيت واحد النهار وتعبت بزاف، ولكن للاسف ما لقيت حتى بذره، لقيت غير الشعيرات. الشعيرات غنستعملو، ممكن بغيت البذور لان فيها، ولقيت حداك الصمغ ولكن البذور ما لقيتهاش. التجأت اليانسون النجمي اللي هو رائع الجسم، دخلوه في النظام الغذائي ديالكم ان شاء الله وراح تكسبوا المناعه باذن الله. كاين اللي مسكين يعني ملي كيدخل البرد كيمشي يعمل واحد الحقنه باش ديك 9 اشهر كامله تدوز بخير وعلى خير، ولكن انا كنستعمل الشعير، كنستعمل الزعفران، كنستعمل فليو، ازير، هادو كلهم كندخلهم في نظام غذائي. والحمد لله واخا كيكون المنزله كتكون خفيفه طفيفه، يعني ما كنحس حتى شي حاجه، لا داعي للخوف، ونقوي جسمنا بش. المهم كما كتشوفوا الصوره عندي هنايا بذور اليانسون او الباديان، وعندي هنايا غشاء شجره الصنوبر اللي رائعه، كنطحنوها وكنعملوها مع بعض الاعشاب. المهم ما نطولش عليكم، خليكم معايا الفيديو مميز، اللايكات ثم اللايكات، راكم عزاز وغاليين. اهلا وسهلا بنات خالتي ولاد خالتي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حياكم الله. كما شفتوا معايا اليوم ان شاء الله غندوي لكم على كسب المناعه، او كيفاش نشدوا المناعه من بعد اللقاح. كنعمل اللقاح الاول واللقاح الثاني، يعني صافي كمل اما الحجامه من بعد اللقاح كتكون صحيه اكثر، يعني الجسم ديالك تكتسب المناعه باذن الله سبحانه وتعالى. طبيعه الحال مع التغذيه، شنو هي التغذيه؟ وهي اكل الشعير او شرب الشعير، اما مغلي الشعير او حساء الشعير. كما قلت لكم ضروري التغذيه الصحيه. شنو هي التغذيه الصحيه؟ هي اما مغلي الشعير او حساء الشعير، الكرويه، الزنجلان، شي حاجه اللي تكون صحيه وتعاون. اليوم ان شاء الله جبت لكم السر العظيم اللي بزاف الناس المواقع التواصل الاجتماعي قالبي عليه دنيا. احنا اي حاجه عملت ضجه رحنا معاها. كاين شي حوايج اللي كنساوهم، اللي هو الصنوبر، شجره الصنوبر، حنا كنقولها شجره الزغبه. هادو اوراق اللي رائعه، يعني الناس اللي عندهم السدر هكا دغيا دغيا، سلمت على شي حد عنده الحساسيه صافي في العشيه كتعود عندك الحساسيه، سلمت على شي حد فيه الصهد هذيك المناعه ناقصه، يعني مناعه قليله. راه كاين شي بعد تغذية عندنا في البيت اللي روعة، هي الشعير، إما مغلي الشعير، كناخدو كاس شعير مغسول ومنقي يعني كيكون مفيش أدوية، وكنكبو عليه كأسان من الماء، وكنخليه درجات الغليان اللي يعود اللون ديالو أحمر، فهمتوني؟ وكنشربوه بارد، مكنشربوه سخون، مغلي الشعير كيتشرب بارد. الصنوبر اللي عمل ضجة، وهذه هي الضلفة ديالو أو شجرة ديال شجرة الصنوبر، هذه كنطحنوها وكنعملوها مع بعض الأعشاب لتنظيف القولون، أو كيف من تيكون المعدة طايبة أو المعدة أو المصران طايب. ها كتشاد العطار كيعطيها لك، مع أنها موجودة في الشجرة. الناس ديال اليوسفية راه غيلقاوها فين كاين المصلى، فين تنصلو يوم عيد الأضحى وعيد الفطر، كاينة موجودة بكثرة، كاين حتى السينما اللي حدا الجردة، يعني موجودة كثيرة. الناس اللي بعاد راه وكاين نوعان من هاد الصنوبر، كاين البري والبحري. اللي لقاه اليوم انا ما غنهضرش لكم على الصنوبر لان ما غتلقاوش، حتى انا مشيت عند العطار ما لقيتوش، ومشيت للشجره ديالو للاسف ما لقيتش البذور ديالو. انتوما بغيت البذور ديالو باش نشرح لكم عليها، ما لقيتهاش ناشفه. المهم اللي عنده الحساسيه واللي عنده دائما مروح ودائما عنده المناعه ضعيفه، كياخذ بعض الشعيرات من هذا، كيغسلو مزيان، كيكب عليهم ماء مغلي وكيشربهم، روعه. الناس اللي بغات تنقي الجسم ديالها من السموم، اللي بغات تنظف الكبد، اللي بغات تنظف الرئه، مزيان حتى العينين مزيان. المهم عنده خصائص كثيره والحمد لله، ولكن انا ان شاء الله اختصرت لكم الطريق، بما ان ما غاديش تلقاو، لان من المستحيل تلقاو
مشيت هنا ومشيت لهنا ومشيت لهنا، ولكن ما لقيتش البذور. هانتوما هذه مسدوده وللاسف ما فيهاش البذور، لان هذه الشجره ما بقاش ليها اهتمام. هانتوما جبت لكم البديل بحول الله، وهو اليانسون النجمي او الباديان، اللي بزاف تيسموه النجمه، كل واش تيسميه هانتوما. هذا ان شاء الله غادي يغنيكم على الصنوبر، يعني الصنوبر غتقلبوا عليه غتلقاوه. سمحوا لي الكاميرا كتمشي وتجي، ولكن ما غتلقاوش الاوراق، غتلقاوهم ولكن البذور، البذور كنطحنوها كنعملوها مع المكسرات، روعه. الا ضفتي عليها العسل والزعفران، روعه للجسم، ولكن ما غتلقاوهاش اللي لقاها. المهم انا غنهضر لكم عليها اللي لقاها، علاش لا. البذور ديال هانتوما راه قلبت، بغيت غير شي بذره واحده ما لقيتهاش، هذا هو اللي خلاني انني نقلب لكم على البديل. هانتوما غتلقاو الصناور ولكن فيه البذور، ومشيت للمحلات، ربما المحلات الكبار تلقاوهم. الا لقيتو بذور ديال الصنوبر طحنوهم، تخلطو مع الزنجلان او تخلطوهم مع العسل، كيديروا مع كيتعملوا مع المكسرات، يعني حتى هو داخل بحال اللوز والكركاع، حتى هو زويون، فيه فوائد عظيمه. والزيت ديال الصنوبر حتى هو كيليق الحساسيه الصدفيه الكزيمة. شنو هو الزيت ديالو؟ كيخرجوه من الشجره ملي كنشقوها، كيخرج واحد الصمغ مثل اللصاق. خديته واخا غسلت يدي بقى لي يدي كيتلصقوا، ولكن ما لقيتش الكميه اللي انا بغيت. لقيت البذور خلطوها مع طحنوها، خلطوها مع العسل ومع الزعفران، كلوها مفيده مفيده مفيده، بما ان بزاف الناس ما يلقاوهاش، يعني الشرح غيكون لا داعي. هي هذه الباديان او النجمه او اليانسون النجمي. الناس اللي بغاو يقلعوا التدخين راه تساعدو، الناس اللي ما كتنعش ما كتعرفش شنو هو النوم، الناس كتنعس وهي مسكينه كتبقى فايقه حتى الصباح، الناس اللي عندها العصب لدرجه ان العينين ديالها تيحمروا. عاده زائد انه كما قلت لكم تيرخي الاعصاب، ومزيان حتى الحساسيه، منشط، مفيد للذاكره، روعه. كيفاش غنعملوه؟ يعني دخلوا لجوجل وكتبوا اليانسون النجمي او الباديان، حنا بالمغربيه كنقولوها الباديان، وباقي الدول تيقولوا اليانسون النجمي، تيجي من الصين، ما عندناش حنا في المغرب بتاتا، باش ما نكذبوش عليكم. علاش تقريبا سمحوا لي، علاش الصين لاحظتوا في الاكلات تيلوحوا بكثره، وكاين عندهم ما اكبر. حنا للاسف دابا حنا جايين على فصل، غيدوز فصل الخريف وغندخلوا على البرد ان شاء الله، الشتاء غتحتاجوا. ما نكثروش، هذه كافيه نديرها في وسط ماء، كاس او كاسان من الماء مغلي، ونخليها نضيف عليها شويه ديال الزعفران. اللي عنده، واحد الاخت قالت لي واللي ما عنده الزعفران ضروري يكون عندكم الزعفران، راه ما غاليش بزاف كما كتخايلوا، غرام 30 درهم او 25 درهم، وهو تيكون رائحه قويه، وتيكون في الاخر الشعيرات تيكون مايل لوغونج، يعني صفيفر بارد، ليموني بارد، هو تيكون ليموني من هنا برتقالي، ومن الاخر ديالو تيكون عنده واحد اللون بحال كما كتشوفوا معايا في ديك الستار، رائحته قويه. داك هو الزعفران، باش ما يتحد ما يغشكم، ملي تحليه وتشمي فيه واحد الرائحه قويه عرفي زعفران، ملي ما تيكونش فيه الرائحه عرفي راه الشعيرات ديال الذره، وتيصبغوها. خصو يكون عندكم، لانه زوين تينقي الوالده، تينقي الكيلي، تينقي المتانه من البرد. الا خديتو غير شعيرات مع الماء مغلي او عسل او البقدونس راه روعه، انا كنشرب مع الشاي. الناس اللي بغا يقلعوا التدخين، شحال من واحد تيكتب ليا بغيت نقلع يعني نقتلع التدخين، هذا ان شاء الله غير ما تتبعوش. دائما دائما كنقول لكم، مثلا شربتوا 3 ايام يومان ما نشربش، شربتوا 4 ايام 3 ايام ما نشربش، باش الجسم يعني ما يكونش عنده مضاعفات. سهله، اما هذه او اقل، اللي عنده العائله كثيره ممكن ياخذ هذه كامله وهذه، يعني حبتان، نضيف عليها جوج اطر من الماء مغلي، ونخليها ليله، نخليها واحد المده حتى تعود اللون ديالها مثل الشاي، ونشربوه قبل النوم اللي ما كتنعش. الفيديو باين وواضح ابنات خالتي ولاد خالتي ان شاء الله. المهم انا خيرتكم، لقيتو اليانسو هذا الصنوبر وبذور الصنوبر، ما عليكم الا تستعملوها لانها رائعه فن فنه، ولكن ما تكثروش منها، لان الا كثرتوا منها
راها شويه قاصحه، اي حاجه ما تكثروش منها، الزعتر الزعتر ما تكثروش منه. عليكم باليانسون، بانني مشيت واحد النهار وتعبت بزاف، ولكن للاسف ما لقيت حتى بذره، لقيت غير الشعيرات. الشعيرات غنستعملهم، ممكن بغيت البذور لان فيها، ولقيت حداك الصمغ ولكن البذور ما لقيتهاش. التجأت اليانسون النجمي اللي هو رائع الجسم، دخلوه في النظام الغذائي ديالكم ان شاء الله وراح تكسبوا المناعه باذن الله. كاين اللي مسكين يعني ممكن يدخل البرد كيمشي يعمل واحد الحقنه باش ديك 9 اشهر كامله تدوز بخير وعلى خير، ولكن انا كنستعمل الشعير، كنستعمل الزعفران، كنستعمل فليو، ازير، هادو كلهم كندخلهم في نظام غذائي والحمد لله. واخا كيكون المنزله كتكون خفيفه طفيفه، يعني ما كنحس بحتى شي حاجه، لا داعي للخوف، ونقوي جسمنا بالشعير البلبوله. تحياتي لكم اينما كنتم، مع السلامه.